مساء الخير والسعادة على حضراتكم. الحقيقة النهاردة رئاسة الجمهورية أصدرت بيان مهم جدا لتوضيح مجموعة من الحقائق اللي هي بكل تأكيد مش غايبة عن حد وكل الناس تبعتها وشافتها بعنيها، لكن ده جه بعد تصريحات صدرت من الرئيس الأمريكي جو بايدن واتكلم فيها عن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية وتحديدا اتكلم عن معبر رفح. التصريحات الحقيقة أثارت حالة من الجدل، خصوصا انها يعني تصريحات اقل ما يقال عنها غير دقيقه ولا تتسم باللياقه الدبلوماسيه. والحقيقه انه تفسير هذه التصريحات، ويمكن دي مش التصريحات الاولى او الادعاءات الاولى من الجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي عن مساله المعبر وفتح المعبر من الجانب المصري. الحقيقه انه العالم كله جه وشاف، وكل المسؤولين الأمميين والدوليين كانوا موجودين على معبر رفح من الجانب المصري وشافوا الإصرار المصري من اليوم الأول للعدوان على مسألة دخول المساعدات. لو رجعنا مع حضراتكم ليوم 7 أكتوبر وقت ما بدأت هذه الحرب على أخواتنا في غزة، فالحقيقة أن بلدنا كانت أول من تحرك على كافة المستويات. مصر استخدمت كل أدواتها السياسية والدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع، لمنع تردي الأوضاع، لمنع اللي بيحصل دلوقتي واللي وصلنا له دلوقتي واللي إخواتنا في غزة يعني وأشقائنا هناك وصلوا له. الحقيقة أنه المعبر عمره ما اتقفل من الجانب المصري. إيه اللي حصل؟ اللي حصل وده قالته الدولة المصرية، كان في ضرب مستمر من الجانب الإسرائيلي للمعبر لإعاقة دخول المساعدات. الحقيقة أن احنا شفنا شبابنا وبناتنا والسواقين المصريين والعربات المصرية اللي كانت محملة بالمساعدات بيتين قدام المعبر بيستدعوا العالم كله علشان يشوف التعنت من الجانب الإسرائيلي لعدم دخول المساعدات. مصر الحقيقة دعت المجتمع الدولي كله لتحمل مسؤولياته للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات للقطاع. اللي بيربطنا بالناس في غزة رابط يمكن أكبر من تصورات العالم كله، لأنه الحقيقة دي علاقة كلها أخوة ومحبة ودعم وسند من اليوم الأول في هذه القضية. المتوقف عنه الحقيقة أنه الجانب الأمريكي لا يرى كل ما تفعله إسرائيل منذ اليوم الأول لهذه الحرب، ولا يرى ماذا تفعل إسرائيل بإخواتنا في غزة إلى الآن، رغم أن مؤسسات دولية زي الأونروا والصليب الأحمر ويعني غيرها كتير كان ليها كلام وإشادات واضحة بما يفعله الجانب المصري من بعد 7 أكتوبر لإغاثة أهلنا في غزة. والحقيقة هنا نتوقف عند مسألة تبادل الأسرى اللي هم مزدوجي الجنسية. لو حضراتكم فاكرين مصر هنا وقفت وحطت شروط في ده، أنه مقابل ده لازم يبقى فيه نفاذ للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة. الجانب المصري هو اللي اشترط ده. فالحقيقة أنه هذه التفسيرات ملهاش أي أساس من الواقع، ووجود مسؤولين دوليين باستمرار وإشاداتهم المستمرة بما يفعله الجانب المصري حكومة وقيادة وشعب، دي كانت إشادات مستمرة. الحقيقة موقفنا كان واحد من أول هذا العدوان ومستمرين في هذا الموقف الثابت. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل. بنورنا دلوقتي على التليفون الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير على حضرتك. برأيك الغاية وراء هذه الادعاءات اللي يمكن دي مش المرة الأولى سواء من الجانب الأمريكي وكمان من الجانب الإسرائيلي فيما يخص معبر رفح ودخول المساعدات من الجانب المصري؟ مساء الخير على حضرتك استاذة هدير والسادة المشاهدين والمتابعين. بالطبع كما تفضلت واشرتي، تصريحات غير مسؤولة وتحمل توتيرا للاجواء وجاية في توقيت غاية الأهمية. ليه تصريحات جو بايدن الرئيس الأمريكي جاية في توقيت في غاية الأهمية على الرغم من كل الملاحظات اللي ممكن تؤخذ على أدائه في الفترة الأخيرة وآخرها حديثه مع الرئيس الفرنسي ميتران، واشار ان هو كان بيتكلم مع المستشار الالماني ميتران. يعني ما تخليناش، مش عايزين ندخل في هذه الجوانب، لكن احنا بيهمنا لماذا تصدر مثل هذه التلميحات في هذه التوقيتات وبعد زياره بلينكن كمان للمنطقه. صحيح. اللي شاف بعينه واستمع واكد
يعني احنا يهمنا هنا ان احنا نرجع كمان لتصريحات بلينكن وزير خارجيته اللي اكد فيها على الدور المصري وتقديره وتثمينه لما تقوم به الدوله المصريه من مجهودات لانفاذ المساعدات الانسانيه، ما تقوم به الدوله المصريه من مجهودات من خلال اتفاق الاطار الالتزام التواصل اليه في باريس بهدف اقرار هدنه جديده بحثا عن السلم والامن والاستقرار والتعاون في هذا الاقليم. مش عايز اقف عند تصريحات بايدن، يعني حد مش عارف يتكلم يفتكر اسم وزير دفاعه، ده حصل الكلام ده 3 مرات، فمش عايزين نقف عندها، لكن عايزين نقف عند استخدامها في منتهى الاهميه في هذا التوقيت من زاويتين. لا ننسى السرديه الاسرائيليه اللي تم ترديدها امام محكمه العدل الدوليه في لاهاي، ده امر في منتهى الاهميه، وده يمكن يكون كارت جديد يمكن استخدامه، ان هم بيتكلموا على ان رئيس اكبر دوله في العالم بيقول نفس الكلام وارد. الامر الثاني ان تم عايز اتوقف مع حضرتك هنا يا استاذ احمد على الربط ما بين ما يحدث امام محكمه العدل الدوليه من مثول اسرائيل للمره الاولى امام محكمه العدل الدوليه بطلب من جنوب افريقيا وهذه الادعاءات، الى اي مدى يمكن الربط بينها بعدما وضحت جنوب افريقيا بالكثير من الادله ما تفعله اسرائيل في غزه ويعني جرائم الحرب والتجويع والاثاره على التهجير القسري امام العالم كله، مما لا يدع باب امام اي دوله لدعم اسرائيل الا الولايات المتحده الامريكيه. التصريحات الصادره عن الولايات المتحده الامريكيه تصريحات دبلوماسيا داعمه للقضيه وللمواقف والجهود السلميه اللي بتحدث. على ارض الواقع تمارس سياسات الولايات المتحده الامريكيه سياسات تتنافى مع ما يتم التصريح به، امر في غايه التناقض وغايه الغرابه في هذا التوقيت. دي حاجه، الحاجه الثانيه ان الادعاءات الاسرائيليه تم تفنيدها مباشره، يعني ما ننساش ان لما اسرائيل تحدثت بهذا الشان قامت الدوله المصريه ونفت ده، ويمكن في تصريح مهم للسيد ديار رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات في هذا التوقيت اكد فيه على الدور المصري. الدوله المصريه بتستخدم ادواتها الدبلوماسيه برشاده وعقلانيه وتوقيتات مناسبه جدا وفقا لتطورات الاوضاع. مصر تهدف الى التصعيد، عشان كده جاء الرد والبيان المصري النهارده. الرد والبيان المصري النهارده تعامل مع تصريحات جو بايدن بمنتهى الدقه والرشاده وتعبيرا عن عمق اداء مؤسسات الدوله المصريه. مصر كان يمكن لها ان تصعد بناء على هذا الاطار الذي تم في تناول جهود الدوله المصريه من قبل جو بايدن، لكن مصر كانت تدرك ان هذا التوقيت يمكن ان يمثل رغبه في التحلل من الالتزامات الامريكيه. امر في منتهى الخطوره. مصر شايفه كويس قوي ان هذه التصريحات مش بس بتخدم دوله الكيان، لكنها ايضا تخدم تنظيم ارهابي سوقت لجانه الالكترونيه، لجان الذبابيه على مواقع التواصل الاجتماعي للكثير من هذه الادعاءات في خلال فتره زمنيه قليله جدا، يعني 3 ساعات قامت هذه اللجان الالكترونيه لتنظيم الارهابي بتصدر محركات البحث على التواصل الاجتماعي. لا يمكن ان انا افصل ان انت بتقدم لهم هديه، انت بتقدم هديه لدوله الكيان وبتقدم هديه لهذه التنظيمات. طب مصر اتعاملت مع الموضوع ده ازاي؟ اتعاملت مع الموضوع ده زي ما قلنا برشاده وبمنتهى الدقه والشرف. لو حضرتك بنبص للبيان، البيان ابتدى بالتذكير على الروابط الاستراتيجيه التي تجمع الدوله المصريه والولايات المتحده الامريكيه. صحيح. البيان اكد بعد ذلك على الجهود المستمره وبناء على المشاورات واللجان والزيارات المتبادله بين المسؤولين المصريين والمسؤولين الامريكيين بشان هذه القضيه بالتحديد. البيان اكد على الدور المصري، بينا تماما ماذا فعلنا لهذه القضيه منذ اندلاع الاحداث، وهذا الامر لا ينفصل، يعني ما يحدث من تداعيات ما بعد 7 اكتوبر 2023 حتى هذه اللحظة لا يمكن ان احنا نفصله عن المخطط الذي ترسمه دولة الكيان برعاية امريكية باتت واضحة الان بهدف تدمير القضية الفلسطينية او بهدف القضاء على القضية الفلسطينية. مصر تذكر الولايات المتحدة الامريكية ان هناك روابط استراتيجية بمنتهى الدبلوماسية وبعبارات رشيقة وبعبارات دقيقة جدا، ما يربطنا معا هي علاقات استراتيجية ونحن متوافقين على هذه الحلول، وسمعنا منكم كثيرا عن تقديركم وترحيبكم بالجهود المصرية. ما الدولة المصرية تعففت عن أن تذكر تصريحات بايدن مباشرة، ولكنها خاطبت عقل المؤسسات الأمريكية، خاطبت عقل المؤسسات الأمريكية، وده أمر مهم جدا. مصر وضحت في باقي البيان في أجزاء منه كثيرة ما قامت به من جهود على المستوى الرسمي
على مستوى المنظمات المجتمع المدني، على المستوى الشعبي اللي حضرتك ويمكن تفضلتي واشرتي الدور ده اليه. أستاذ أحمد كان دور واضح جدا للجميع، للمصريين وللعرب ولكل العالم، إنه الدولة المصرية كل يعني قطاعاتها اشتغلت بالتوازي لإنفاذ المساعدات لإخواتنا في غزة، ومحدش اتأخر لحظة عن ده، ويمكن ده كان واضح. كيف يمكن أن تنكر الإدارة الأمريكية هذا اليوم؟ هي لم تنكره يا فندم، انت لا تستطيع ان انا مش عايز نتعامل، ما انا عشان كده بقول لحضرتك البيان المصري موجه الى مؤسسات الدوله الامريكيه. لا ينبغي التعويل كثيرا على هذه التصريحات التي صدرت عن بايدن في هذا التوقيت الذي لا يدرك حدود الدول ولا موقعها ولا يدرك حتى اسم وزير دفاعه، دي حاجه تخصه. انما احنا مخاطب مؤسسات الدوله الامريكيه المعنيه باداره التفاعلات واداره الازمه في الاقليم أن تعي جيدا أن الجهود المصرية لم تنقطع. مصر لما تعرض المعبر للقصف 4 مرات، والبيان ذكر ده وأكد عليه، مصر قامت بإعادة تأهيل المعبر ثاني لإعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية. مصر كانت حريصة على التوصل إلى اتفاق الهدنة بالتعاون مع شركاء إقليميين يدركوا أن استمرار هذه التداعيات لهذه الأحداث يمكن أن يقود المنطقة إلى جحيم. مصر وصلت إلى الهدنة الأولى وانتهت الهدنة الأولى. هل انقطعت الجهود المصرية؟ لا، لم تنقطع الجهود المصرية، استمرت جهود الإغاثة وإنفاذ المساعدات الإنسانية والغذائية، وفي نفس الوقت استمرت الجهود الدبلوماسية والجهود الأمنية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. يمكن الاتفاق الإطاري في باريس بيلخصه كتير جدا. طيب مصر بتؤكد بقى في النهاية على مواقفها الثابتة. احنا عندنا مواقف ثابته بنفكر بيها بقى مؤسسات الدوله الامريكيه. صحيح. ان احنا لا يمكن لينا ان احنا نتخلى عن القضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه قضيه مركزيه للدوله المصريه. لان الامن المصري يرتبط بتامين كامل الحدود المصريه. ومن ثم الدوله المصريه لن تسمح بتهديد الدولة المصرية في أي اتجاه من اتجاهات الاستراتيجية للأمن القومي المصري. صحيح. الدولة المصرية أكدت إن هي ترغب في وقف إطلاق النار، ترغب في إنهاء المعاناة الإنسانية بصورة مباشرة، تهدف إلى التعاون وحث الجهود من أجل مساعدة منظمة الأونروا التي أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها لإعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل فلسطين. وفي النهاية أكدت مصر أنها ضد أي محاولات مساعي تبذل لتهجير فلسطين من أرضه، وأن هي ستواجه هذا الأمر بقوة لأن فيه تهديد بتصفية القضية الفلسطينية التي لا تسمح مصر بتصفيتها. البيان في مجمله بيان دقيق رشيد عقلاني، لم يعنى كثيرا بالتفاعل الانفعالي مع ما ورد في تصريحات بايدن من إساءات للدور المصري، ولكن الدولة المصرية تعاملت معاملة الكبير القوي الذي يدرك كيف يمكن له أن يحافظ على حدود أمنه القومي. صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح لفاصل ومستمرين في حلقة. اهلا بحضراتكم من جديد. حسام حسن مدرب لمنتخب مصر، يمكن دول الكام كلمه اللي كانوا عاملين ضجه واسعه بين جماهير الكره المصريه في كل مكان الايام اللي فاتت. الكل بقى ابتدى يقول رايه، يسال كده الاسئله اللي هي تبدو اصلا اسئله متخصصين، وكل الناس كانت بتتكلم في الموضوع، اعلاميين، لاعبين سابقين، اي حد في الشارع كان بيتكلم على مساله حسام حسن اللي خلاص تولى اداره المنتخب الوطني وجهازه المعاون. طيب احنا قلنا نعمل حاجة مختلفة ونشوف الذكاء الاصطناعي رأيه ايه في الموضوع ده، بما ان دي بقت لغة العصر، ونسأله شوية الاسئلة اللي بتدور في دماغنا كلنا عن المنتخب ويعني المصير المنتخب في اللي جاي. فخلينا نشوف مع حضراتكم ايه فرص نجاح كابتن حسام حسن مع المنتخب، ونبتدي كده بالاسئلة اللي جت في دماغنا كلنا، ونشوف ازاي ممكن المنتخب يحقق نجاحات في ظل هذه الاوضاع، وبعد ما كانت كل الناس زعلانة من الاداء والضغوط الكبيرة اللي موجودة على المنتخب بعد اللي حصل. خلينا نشوف مع حضراتكم ده من خلال اجابات تشات جي بي تي واستخدامنا للذكاء الاصطناعي. يعني نبتدي نعرض مع حضراتكم كده الاسئلة اللي سألناها واجابات تشات جي بي تي على ده.
أول حاجة سألناها هي نسبة نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، وجات الإجابة إنه من الصعب تحديد نسبة نجاح محددة لحسام حسن مع المنتخب من غير ما نعرف الظروف والنتائج الفعلية لمسيرته كمدرب. فنسبة النجاح دي بتتأثر بعدة عوامل، ما الأهداف مثلا اللي هو حاططها، البطولات اللي شارك فيها، المنافسة، الظروف الفردية والفنية للفريق في كل حالة من الحالات دي. فبعد ما تم تقييم كابتن حسام حسن بناء على هذه العوامل زي تأهل المنتخب لبطولات كبيرة زي كأس العالم أو أمم أفريقيا وأداء المنتخب في هذه البطولات بالإضافة لقدرة الفريق من أنه يحقق الفوز في المباريات الدولية، والحقيقة أنه لو توفرت الشروط المناسبة وتم تقييم القدرات والمهارات لكابتن حسام حسن اللي هيقدمها لمنتخب مصر بشكل مستقل وموضوعي وقبل اتخاذ القرار بتعيينه كمدرب فني للفريق الوطني. خلينا نروح للسؤال الثاني اللي سألناه لتشات جي بي تي، هل حسام حسن المدرب المناسب لمنتخب مصر؟ والإجابة كانت أنه ده بيعتمد برضو على عدة عوامل، خبرته في المستويات الدولية وفهمه لاحتياجات الفريق دلوقتي وقدرته على تحفيز اللعيبة وتوجيههم علشان يحققوا نجاح، وزي يتعاملوا مع الضغوطات والمتغيرات اللي حصلت في بطولات كبيرة زي ما شفنا في أمم أفريقيا والتغيير الكبير اللي حصل في منتخبات كتير فاجئتنا بالنتيجة. تاريخيا تشات جي بي تي بيقول انه حسام حسن سجل نجاح كلاعب ومدرب في كرة القدم المصرية وقاد الفرق اللي تولى تدريبها للفوز بالعديد من البطولات المحلية. التحول بقى من المستوى المحلي للمستوى الدولي ده لسه تحدي جديد بالنسبة له، هنشوف قدراته في الموضوع. وطبعا اتحدث عن مسألة ايه بقى، هنا نفتكر وجوده كمدرب مع منتخب الأردن وعمل طفرة مع منتخب الأردن. خلينا ناخد السؤال اللي جاي، وياريت ايه نكون بنسأل الأسئلة اللي معظم الناس كانت بتتكلم عنها، ازاي ممكن يكون في خلاف ما بين كابتن حسام حسن وكابتن محمد صلاح وازاي ممكن يتجنبوا ده. الحقيقة ان السؤال ده الناس كلها بتسأله والموضوع ده الناس كلها عمالة تتكلم فيه، وازاي ممكن ايه الموضوع ده يهدى علشان نشوف أداء ما بين الاثنين يليق بمنتخب مصر. الإجابة كانت محمد صلاح هو لاعب كرة القدم المصري البارز ونجم ليفربول طبعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وده من أبرز اللاعبين في العالم. على كابتن حسام حسن وهو شخصية بارزة طبعا في كرة القدم المصرية كلاعب ومدرب. لتجنب الخلافات دي يجب على كابتن حسام حسن ومحمد صلاح ان هم يزوروا الاحترام المتبادل والتواصل المفتوح. اجابات نموذجيه قوي بتاعت تشات جي بي تي، ويجب ان يكون هناك فهم للادوار والمسؤوليات في الفريق بما في ذلك دور المدرب ودور اللاعبين الاساسيين طبعا زي محمد صلاح. يعني هي الفكره انه الناس كلها تشتغل بروح وحب للمنتخب واكيد احترام متبادل ده اللي بيحكم اي علاقات. خلينا نروح للسؤال الثاني، بعد الخلافات مع ما بين كابتن حسام حسن ومحمد صلاح، وده يمكن كان السؤال الابرز، يعني ازاي ممكن كابتن حسام حسن يحقق نتائج يعني هايله مع المنتخب؟ تحليل الفريق واحتياجاته انه يكون عارف ده بقى يعني ايه، حاطين لنا كده روشته يعمل ايه علشان يحقق مع اللعيبه ومع المنتخب نجاح كبير. مسألة التطوير للخطط التكتيكية المناسبة للفريق وقدراته، وإزاي يكون في بيئة إيجابية وتحفيز للاعبين، ومتهيألي كابتن حسام حسن يعني هيكون لي علامة فارقة في المسألة دي، يعني إدارة الضغوط بشكل كبير مع اللعيبة وتوجيههم بالطريقة المناسبة، التدريب طبعا والتحضير الجيد والتواصل مع الإدارة والجماهير، وكمان الحقيقة أنه لو كل ده حصل وأكيد أولها إدارة الضغوط، ده هيبقى فارق في تولي كابتن حسام حسن للفريق. وأعتقد أن وجود كابتن حسام حسن في المنتخب الوطني فرصة كبيرة في مسألة المدرب الوطني، واللي هيحصل والنتائج اللي هتحصل أعتقد أنها هتدي فرصة أكبر لمسألة المدرب الوطني ودوره والاعتماد عليه، بدل ما كل مرة بيبقى عندنا مدرب أجنبي يعني إذا ما كانتش الأغلبية مش مقتنعة بيه لكن جزء كبير جدا من الناس والمسؤولين
ما بيبقوش مقتنعين بيه. فان شاء الله يعني كل التوفيق للمنتخب، واحنا عندنا اول مباريات وديه اعتقد هتبقى في شهر 3 اللي جاي في دبي، فان شاء الله نشوف مباريات قويه، نشوف اداء مختلف للمنتخب الوطني، يفرحونا ويرجعوا ب يعني محققين بطولات على الاقل ترضي الناس بعد كل الحاله اللي هي ما كانتش افضل حاجه بالنسبه للجميع. خلينا نشوف كمان لو هنحط خطه ممكن تكون عامله ازاي. اخيرا حاولنا نسال تشات جي بي تي عن افضل تشكيل وتكتيك يلعب بيه كابتن حسام حسن مع المنتخب. قال لك اللعب بنظام 4-2-3-1، ده شكل دفاعي او يعني توازن ما بين الهجوم والدفاع، لكن هي فكره التحكم في وسط الملعب وخط للهجوم، او 4-3-3 وده مناسب اكتر على انه يهاجم اكتر والجناحين يكونوا برضو خط هجوم قوي. مسألة التكتيكات الدفاعية القوية ودي الفكرة انه لازم يعتمد عليها كابتن حسام حسن، وانه ازاي يكون دايما في مواجهة الفرق القوية انه يدافع كمان بشكل قوي. كل التوفيق للمنتخب الوطني مع كابتن حسام حسن، لكن في النهاية اعتقد على قد ما انا فاهمة شات جي بي تي بيقول ان احنا نلعب بشكل دفاعي، او كابتن حسام حسن يلعب مع المنتخب بشكل دفاعي. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مستمرين لحلقتنا. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. القصه اللي هكلم حضراتكم عنها دلوقتي الناس كلها متفاعله معاها والناس كلها متاثره بيها، هنتكلم عن مريم مجدي اللي اختفت في سويسرا واهلها مش عارفين يوصلوا لها بعد ما سافرت علشان تدور على بناتها الاثنين اللي والدهم قرر بعد الانفصال وبعد ما المحكمة حكمت لها بالحضانة. والحقيقة انه ده يعني سيناريو اسود بقى بيحصل بعد الطلاق ما بين الاب والام، وكل الناس بتروح ضحية للكلام ده، الاسرة كلها بتروح ضحية لوصولنا للمحاكم وللطريقة دي. القصة وما فيها انه المحكمة حكمت للأم بحضانة البنات بعد الطلاق. الأب خد البنات وسافر سويسرا بدون علم الأم. على حد علمي انه القانون بيقول انه لازم يكون لو الأم مسافرة بالبنات يبقى معاها موافقة من الأب، ولو العكس برضه يبقى معاها موافقة من الأم، لكن يبدو انه هو الموضوع ما مشيش بطريقة قانونية في المطار. فقررت الأم انها تسافر ورا بناتها علشان يعني بالتأكيد ما فيش أم تقدر إنها تستحمل الظروف دي وتستحمل بعدها عن البنات، وراحت هناك ورفعت قضية واتحكم لها إنه البنات يكونوا معاها 3 أيام وأربع أيام مع والدهم وبالتناوب القصة دي والحكاية دي كل أسبوع. لكن الحقيقة إنه هي اختفت في سويسرا وما بقوش عارفين هي فين، وآخر مرة على كلام أسرتها كانت مع أبو بناتها وبنتها. خلينا نعرف من شقيقها الأستاذ أحمد مجدي إيه اللي بيحصل وإيه الحكاية. أهلا بحضرتك، آخر التطورات في اللي بيحصل ده وآخر الأخبار اللي وصلتكم عن مريم. مساء الخير يا فندم ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. أهلا بك. أحب أشكر التلفزيون المصري والقناة الأولى فريق الإعداد وحضرتك طبعا إن أنتم بتتيحوا خليها الفرصة دي إن أنا أتكلم عن أختي اللي مخطوفة في سويسرا من 9 أيام ما نعرفش عنها اي حاجه. طبيعه الحال تواصلت مباشره مع السفاره المصريه هناك ومشكورين تجاوبوا معايا بسرعه. اوجه الشكر برضو للسفير وائل جاد والقنصل امجد رزق، ولكن احنا متاخرين كتير. انا اختي مختطفه من قبل زوجها وليد امير مرعي، مش من حد تاني ومش من مصلحه اي حد تاني انه يؤذي مريم او يخطف مريم. وليد قرر انه يحرم مريم من حياتها ومن حقوقها ومن ولادها بعد قرار المحكمه هناك في شباب. مريم ولادها اتخطفوا من مصر مع جوزها، وبعد كده اتقطعت علاقتها بيهم لمده 7 شهور، حرمها حتى ان هي تشوفهم على التليفون.
بعد كده مريم حربت وتواصلت مع بعض الجمعيات الأهلية هناك في سويسرا، و قدرت ان هي تسافر او قدروا ان هم يساعدوها تسافر. وبعدين اللي انا فاهماه، انا سامع حضرتك، اللي انا عارفاه عن الموضوع انها رفعت قضيه هناك وكسبت القضيه وبقت بتشوف بناتها. في لحد يوم الاختفاء ايه اللي حصل؟ لحد يوم الاختفاء ايه اللي حصل؟ مريم يوم الاختفاء، قبل الاختفاء بساعه ونص كانت بتكلمني عادي زي ما هي مريم، حد بيحب الحياه، بيحب يضحك، بيحب يهزر، مفيش عنده اي مشاكل يعني. اتكلمت هي هنا كانت بتشوف بناتها خلاص بعد حكم المحكمه. بقى محكوم ليها هناك ان هي تشوف البنات ثلاث ايام في الاسبوع، منهم يوم ويك اند، والاولاد مع الاب، لان الاب هو اللي عنده شقه وعنده دخل في التوقيت الحالي، لحين ما مريم يكون عندها شقه هتحصل على حضانه البنات. مريم قدمت على ثلاث اماكن هناك ومنتظره موافقه واحده منهم، وهناك الجمعيات الاهليه متكفلين بدعم مريم لان وليد امتنع عن تنفيذ قرار المحكمه بالكفاله اللي بيدفعها لمريم والعقوبه اللي توقعت عليه نظرا لانه حرم ام من اطفالها لمده 7 شهور. استاذ احمد معلش، هو مين في الاسره يحمل الجنسيه السويسريه؟ وليد. الأطفال والأم. الأطفال والأم، الأم مصرية، الأطفال معاهم الجنسية السويسرية المصرية والسويسرية. لكن هو سويسري. أصل ال بس هو جده لمامته هو اللي مصري سويسري، هناك مقيم من 60 سنة. دكتور صيدلي متقاعد. طب أستاذ أحمد، هل تواصلتوا مع وزارة الهجرة المصرية علشان تقدروا توصلوا لمريم؟ ايه الخطوات اللي انتوا خدتوها علشان تقدروا توصلوا لمريم ومكان تواجدها؟ لانه اهم شيء دلوقتي ان انتوا تطمنوا عليها. بالظبط، الجهات الرسميه اللي انا تواصلت معاها وقدرت اتواصل معاها هي السفاره المصريه في سويسرا، وزاره الهجره قلت ان انا اوصل لهم، صح عرفتش في بعض. احنا طبعا بنوصل نداءك استاذ احمد لوزاره الهجره المصريه للتوصل للسيده مريم مجدي في سويسرا، ويعني معرفة مصيرها وطمأنة أسرتها عليها. يا ريت، لأن مريم مريضة سكر ومحتاجة إن هي تاخد أنسولين كل يوم، وكل يوم بنتأخر فيه، ففي خطورة على حياة مريم. وليد شخص متطرف وخطر وأفكاره خطر، ففي خطورة على أختي، وأنا مش عارف أختي فين بقالها 9 أيام. أحمد، أنت كنت بتحكي لي آخر حاجة عرفتها عنها قبل ما تختفي. إيه آخر حاجة عرفتها عنها قبل ما تختفي؟ مفيش، انا كلمتها اللي هو العادي بنتكلم، عامله ايه، بتعملي ايه، قالت لي انا ما اعرفش بنطبخ وهنعمل اكل وكالعاده يعني. وجوزها وطليقها موجود ولا مش موجود؟ اوقات بتبقى في التوقيت ده هي ما حددتليش هو موجود ولا لا، لكن هو في العادي بيسيبها لو عنده شغل ولا حاجه وبيرجع ياخد منها البنات. تواصلتوا معاه؟ هل في اي تواصل بينكم وبينه وسالتوه عنها؟ بما انه اللي انا فاهماه انه بناء على التحقيقات هناك هو قال ان هو ما شافهاش. بالظبط، لان هو كذب، هو بيكذب ان هو قال ما شافهاش، لكن هو اخر واحد تعامل معاها. انت جايب منين المعلومه دي؟ لانه انه مريم اخر واحد تعامل معاها. لانه مريم يوم الاربعاء موجوده في الشقه بتاعت وليد مع البنات اللي هي بتشوفهم فيها، بتقضي فيها اليوم هناك مع البنات. وبطبيعه الحال مريم مش هتنزل وتسيب البنات لوحدهم قبل وليد ما يرجع. يعني مش هتسيب بنت عندها 6 سنين وبنت عندها 4 سنين وتنزل تروح الاوتيل. صحيح. فمين من مصلحته اللي خطف البنات في البدايه وهرب، والنهارده في حكم محكمه، ومن مصلحته الاولى انه مريم تختفي عشان ما يلتزمش باي احكام قضائيه هناك؟ هو وليد، انا ما بشككش في الحكومه السويسريه او الشرطه السويسريه، انا واثق في خطه ان هم هيوصلوا لمريم وهيجيبوا حق مريم، ولكن امر كل ما بيطول ففي خطوره على مريم. طبعا. وخطوره كبيره. علشان كده انت معانا يا استاذ احمد، علشان صوتك يوصل وتقدر ان شاء الله تطمن على اختك مريم مجدي في سويسرا، ان شاء الله تطمنوا عليها وتعرفوا ماذا يحدث لمريم، وان شاء الله كل خير باذن الله تطمنوا عليها ونطمن جميعا على مريم.
نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، مسألة البطولات الشبابية. الحقيقة أنه ده بقينا بنشوفه في أعمال كبيرة كبيرة بطاقم، يعني بنتكلم على تلاتينات وعشرينات وبطولات ما كناش بنشوفها الحقيقة. لكن الشركة المتحدة يعني بقت بتسعى كل فترة أنها تقدم لنا مواهب شابة الجميع يقف احتراما ليها. ويمكن من الأعمال اللي جاية في رمضان اللي جاي واللي ابتدينا نشوف ونسمع عنه هو مسلسل مسار إجباري، أبطاله شباب، الفنان أحمد داش داخل السباق الرمضاني 2024 بمسار إجباري، وكمان عمر عصام. عمر عصام طبعا احنا نرجع عصام عمر نرجع لمسلسل بالطو اللي كان قالب الدنيا، والناس يعني فضلت تتكلم عن المسلسل بشكل كبير جدا. فزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا هنا عند بطولة شبابية، عدد كبير من الفنانين، أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمين العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي، يعني مش عايزة انسى حد، وإخراج نادين خان وتأليف المؤلف باهر دويدار. خلينا نتكلم أكتر عن البطولات الشبابية وإزاي ده بقى بيتحقق، ونشوف المسلسلات دي كمان بتحقق نجاح كبير جدا، وده إثبات لنجومية الشباب دي. معانا دلوقتي على التليفون المؤلف باهر دويدار. مساء الخير عليك ومبروك وكل التوفيق في المسلسل، ويعني عايز أعرف منك التعامل مع الشباب الصغيرين ومسلسلات ال 15 حلقه اللي الناس خلاص اعتدت انها تبقى موجوده على المنصات، ودي يعني المسلسلات اللي بقت بتلاقي نجاح كبير جدا وسط الناس. اهلا بيكي. يعني تجربه جديده طبعا، انا متحمس لها جدا بحكم انها خارجه عن المقلوب شويه. انا بدايتي خالص سنه 2012 كانت بمسلسل حكايات بنات، كانت تجربه مشابهه لكده، انما ساعتها ما كنتش لسه احترفت الكتابه وكان اول اعمالي. كان برضو مشروع مختلف عن المعتاد وعن اللي موجود، اربع بنات لسه في اول حياتهم، محدش فيهم خد بطوله مطلقه قبل كده، نوع الدراما مختلف شويه. فتجربه مسار اجباري بالنسبه لي شبه كده بعض الشيء، منطقي وطبيعي ان احنا نحتاج نضخ في مجموعه النجوم اللي موجوده طول الوقت اجيال جديده، لابد انك تقفي مع الاجيال الصاعده من النجوم علشان يتصدروا المشهد، لانه دي سنه ربنا في الكون، يعني انه اجيال بتسلم بعض، مش هينفع انه الابطال الموجودين يفضلوا هم الابطال الموجودين طول الوقت، فبيحتاجوا دعم الشباب. التجربه يعني الفكره لما ناقشوني فيها في المتحده تحمست منذ البدايه، قدمت لهم فكره انهم يعملوا مشروع باثنين شباب يعني معاهم بوكيه من النجوم الكبار. قدمنا الفكره ولاقت استحسان، والحقيقه الاثنين الابطال سواء عصام او داش، الاثنين محققين نجاحات من قبل كده، عندهم قبول عالي جدا عند الجمهور، عندهم قبول عالي عند جيلهم والجيل الصغير، في نفس الوقت الجيل الاكبر بيحبوهم بشكل كبير. كانت الفكره ان نشوف لهم فكره تبقى لطيفه ومناسبه ليهم والفرج عليها ممتعه، وفي نفس الوقت يكون فيها بوكيه من النجوم اللي بيساندوهم يكونوا حواليهم في تجربتهم للبطوله يعني الاولى. معانا طبعا اسامي كلها كبيره ومواهب يعني ليها تاريخ، صابرين، بسمه، الاستاذ رشدي الشامي، يعني مجموعه كبيره، زائد بوكيه كمان من الشباب اللي من نفس الجيل. بالنسبه لي هي تجربه مختلفه شويه. نادين خان كمان كمخرج، احنا اول مره نشتغل سوا، ليها رؤيه وعين وايقاع مختلف شويه، فاعتقد انها تجربه هتكون مختلفه شويه في وسط المسلسلات اللي موجوده. و15 حلقه حضرتك من وجهه نظرك شايف الكتابه لمسلسل 15 حلقه في رمضان، خلاص بقى الناس اعتادته وبتشوفه بيخدم القصه ولا لا بيأثر منها؟ بيخدم التنوع، لانه احيانا احنا بتجيلنا افكار كمؤلفين لا تحتمل انها تكون 30 حلقه، فبضطر ما اعملهاش يعني، او لو اتعملت المشاهد يحس انها طويله وممطوطه جدا. فطبعا ده يعني احنا التلفزيون منذ نشاته كان فيه السبعيات وكان فيه الثلاثاشرات وكان فيه اربعتاشرات وخمستاشرات وسبعتاشرات، ما كانش فيه رقم محدد، رقم ال 30 ده ما ظهرش الا لما اتربط المسلسل الرمضاني بالخريطه الاعلانيه وبقى اجباري انه لازم يبقى 30 حلقه. لما ظهرت تجربه ال 15 في الاول كانت بالنسبه للمنتجين ممكن تبقى تكلفتها اعلى شويه، يعني تكلفه مسلسلين 15 حلقه اعلى من مسلسل واحد 30،
فبالتالي هي بالنسبه لهم ككلفه ممكن يبقى ال 30 بالنسبه له اوفر، لكن مع التجربه مره في مره في مره ابتدت شركات الانتاج تتحمس. اعتقد انه ده بيخلق اولا مواضيع متنوعه اكتر، بيزود عدد المسلسلات. لو انا عندي 10 سبوتس في رمضان، فلو هم 10 كل سبوت اتقسم اثنين بقى مسلسلين، فده زود عدد المسلسلات، زود عدد العاملين في المسلسلات دي، لان كل مسلسل بيبقى له كرو، يعني حل مشاكل كتير جدا في السوق الدرامي وفي عمليه الانتاج. بالنسبة لي كانت تجربة ممتعة طبعا، لأنه برضو بتبقى مرهقة بالنسبة لنا، ممكن يبقى زمايلي المؤلفين يستشعروا ده أكتر. كتابة 30 حلقة عملية مرهقة للغاية، أنك تحافظ على مسلسل 30 حلقة بنفس المستوى، عملية شاقة جدا. 15 حلقة يعني أهون شوية. طب الاسم مسار إجباري، وأعتقد أنه فريق مسار إجباري هيغني أغاني المسلسل. إحنا الاسم اتعمل الأول الحقيقة، هو جاي من الحدوتة، أنه انك تجبر على انك تسير في طريق ما، ظروف تجبرك انك تسير في طريق ما. لكن كان في رابط ما بين اسم المسلسل واسم فراتر، طبعا محترمه جدا وليها جمهورها وليها تاريخها وعندها شغل كتير محترم. والحقيقه الرابط ده بيبقى يعني عامل كبير في النجاح، زي ما شفنا في مسلسل حلقه خاصه، ويعني اعاده اغاني فريق المصريين للحياة تاني مع هذا المسلسل. فبنتمنى لكم كل التوفيق، مسار إجباري المؤلف باهر دويدار، كل التوفيق وإن شاء الله موسم رمضاني قوي. أشكرك، كتر خيرك. شكرا جزيلا. النهاردة ذكرى مرور 67 سنة على ميلاد الكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق، وللحقيقة هو واحد من أبرز كتاب أدب الرواية البوليسية والخيال العلمي. دكتور نبيل فاروق اتولد يوم 9 فبراير عام 1956، وحقيقة أنه أجيال كتير حبت القراية ويعني ارتبطت بالروايات وبالكتب من خلال سلسلة رجل المستحيل اللي قدمها دكتور نبيل فاروق على مدار سنوات طويلة. خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن تأثيره على الشباب وأهدافه من وراء سلسلة رجل المستحيل، وإزاي قرر أنه يبقى عندنا بطولات عربية بدل ما كان الوقت ده كل الناس يعني بتبص على البطولات الغربية والسينما الغربية، وإزاي نخلق في العالم العربي أبطال عرب من خلال سلسلة رجل المستحيل. سيدة ميرفت راغب زوجة الدكتور نبيل فاروق، أهلا بحضرتك. ألو، مساء الخير، حضرتك سامعاني؟ طيب، لحد ما تبقى معانا الأستاذة ميرفت راغب، بنتكلم مع حضراتكم عن مرور 67 سنة على ميلاد الكاتب الكبير الراحل نبيل فاروق، وإزاي بسلسلة رجل المستحيل قدر إن هو يأثر في جيل كامل ويخلق ويتحدث عن بطولات عربية والناس ارتبطت بيها بشكل كبير جدا بالروايات وبالسلسلة. مدام ميرفت راغب، حضرتك سامعاني دلوقتي؟ أيوة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بنتكلم عن رجل المستحيل وتأثيره في جيل كبير من الشباب ووجود أبطال عرب في وقت كان كل العالم بينظر للأبطال في الغرب. هو طبعا الدكتور نبيل حب يعمل شخصية عربية بأخلاق مصرية بمبادئ علمت الشباب وعلمت أجيال كتيرة جدا مبادئ حلوة، منها حب الوطن والانتماء والقيم الأصيلة اللي موجودة في مجتمعنا. صحيح. حضرتك يعني كان هو بيفكر في ايه مع كل كتاباته؟ كان روتينه ايه علشان يكتب الروايات؟ هو طبعا قارئ ناهم جدا، مثقف جدا، كان بيقرا في كل المجالات، وبعدين كان دايما بيقعد يفكر فترة طويلة جدا قبل ما يبتدي أي رواية أو أي كتاب بيكتبه، بحيث إن هو يبقى ملم بكل جوانب الموضوع اللي بيكتب فيه أو القصة اللي بيكتب فيها، وبعدين بيبتدي يكتب. أستاذة ميرفت، اتكلم يعني كلام كتير عن تحويل سلسلة رجل المستحيل لعمل فني، مصير الموضوع ده إيه؟
هو الحقيقة المصير في إيد المنتج. طبعا هي في أكتر من شركة كانت تعاقدت قبل كده مع الدكتور نبيل، لكن للأسف ما تمش التعاقد، وكانت حاليا مع منتج بس ما أنتجهاش إلى الآن. يعني لسه الموضوع يعني ما فيش نقاش حوالين البدء في وجود عمل فن. لا، هو في تعاقد بس لسه ما ابتداش بقى، يعني في تأخير في تنفيذ التعاقد، وده مش عارفين هيبقى لحد امتى الحقيقة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذة ميرفت راغب زوجة الدكتور نبيل فاروق، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا. اهلا بحضراتكم. الحقيقه انه كل فتره بتحصل عمليه من عمليات النصب الالكتروني، والحقيقه ده مصطلح بقينا بنسمعه كتير في الفتره الاخيره، لانه بالتاكيد بقى في توسع في اصلا مساله التسويق والتجاره الالكترونيه اللي بقت بالنسبه للناس كلها بديل لكتير من المنتجات، والكل بيتعامل فيها والكل بيطلب كل حاجه اونلاين. فالنهارده احنا ازاي كناس يعني ملناش في التجاره نعرف نفرق ما بين مواقع بتنصب عليا ومواقع وصفحات فعلا بتبيع بطريقه قانونيه؟ والحقيقه انه كان في حادثه شهيره لسه حاصله مع احد المؤثرين ونصبت على الناس، ويمكن في 2000 شخص منصوب عليه في القصه دي، وكلام عن انها استولت هي وشركائها على حوالي مليار جنيه. خلينا نفهم مع حضراتكم ازاي ممكن افرق واعرف وما ينفعش حد لا ينصب عليا اونلاين وانا بشتري حاجه. نتكلم مع حد من المتخصصين، دكتور محمد عسكر مستشار تكنولوجيا وخبير امن المعلومات. اهلا بحضرتك. حياتي يا فندم لحضرتك وللساده المشاهدين. منورنا يا العقد. اشكرك يا فندم. الناس كلها بتشتري اونلاين ومحدش بيبقى في دماغه انه انا ممكن اتسرق، انا ممكن يتنصب عليا، انا ممكن ادفع فلوس بالكارت بتاعي والحاجه ما تجيليش. لكن الحقيقه ان كلنا برضو بنتعرض للكلام ده. ازاي افرق ايه الحاجات اللي لما تطلب مني لا اقول انا هنا ما عملهاش، وايه الحاجات الخطوات اللي هي عاديه علشان انا هشتري اونلاين؟ طيب، هو مع التطورات التكنولوجية الحديثة الحقيقة والمتسارعة اللي بقينا نشوفها الفترة الأخيرة، بدأت تنشط عمليات التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني، وبقينا جميعا كلنا بنستخدم المواقع أو المنصات المختلفة في إن احنا نبتدي يعني نقوم بعمليات شراء للمنتجات المختلفة من خلال منصات التسوق الإلكتروني. الحقيقة ده وفر أرض خصبة لبعض المحتالين ان هو يقوم بما يسمى بعمليات النصب الالكتروني من خلال الحصول على بيانات المستخدمين، ومن ثم استغلالها استغلال سيء واصطياد بعض المستهلكين عن طريق ان هو بيبتدي يدي لهم بعض العروض الوهميه بحيث ان هو يجذب المستهلك ليه، او ان هو يبتدي يغري المستهلك باسعار وتخفيضات وهميه غير حقيقيه. فده الحقيقة ابتدت تنشط معها هذه السوق السوداء الرقمية للنصب الإلكتروني. فأنا الحقيقة بطالب جميع المستخدمين أو جميع المستهلكين بالحذر تماما وعدم الانسياق وراء المنصات الوهمية أو المنصات المضللة. ما أنا هقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. إحنا بنلاقي الصفحة مثلا عليها 2-3 مليون، فبيبقى ما عندناش اي تخيل ان هنا في ممكن يحصل عمليه نصب. ده حساب كبير غالبا موثق بيقدم منتج معين. لو ده حصل، حمايه المستهلك فين من الموضوع ده؟ وانا عشان ما بقاش سلبي وما سيبش اللي حصل فيا يحصل في غيري، ايه الخطوات اللي انا المفروض اعملها؟ طيب، هو لو تعرضت للنصب الالكتروني ده. عظيم جدا. طيب، مبدئيا عمليات النصب الالكتروني طبيعي جدا ان انا لما اروح على الموقع دوت واشتري منه، طبيعي ان هو هيبقى عنده عدد من العملاء او عنده عدد من الفولورز عشان يديني نوع من المصداقيه، زائد ان بيعرض لي المنتجات بصوره براقه جدا عشان يبتدي يجذب المستهلك ويديله انطباع ان انت فعلا بتتعامل مع شركه حقيقيه. بس ازاي نفرق بين المنصات الوهميه او المنصات الحقيقيه؟ غالبا المنصات الوهميه هنلاقيها منتشره بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ملهاش ويب سايت حقيقي، تمام، حاصل على ترخيص من وزاره التجاره. استنى بس دي نقطه. اتفضلي. وانا هعرف ازاي هو حاصل على ترخيص ولا لا؟ انا واحد عادي خالص داخل اشتري اونلاين، تمام، قول لي علامات اعرف بيها اذا كان هو حصل على ترخيص ولا لا. النقطه الاولانيه يا فندم اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها، لما اجي اشتري من اي موقع
غالبا المواقع او المنصات الوهميه هتلاقيها هي اللي بتيجي لحضرتك مش انت اللي بتروحي لها، بمعنى هتلاقيه هو اللي بيجي يعرض على حضرتك خدماته او يبتدي يديلك عروض وهميه. تاني حاجه عدم المنطقيه في العروض. انا النهارده لما ابتدي اجي اشوف منتج والمنتج ده بالظبط كده، فانا بطلب لي احدى واحد المؤثرين. ما هو الفكره بقى ان لان دي الناس بتثق في كلامهم، ف زي ما قلت لحضرتك دي سوق سوداء يعني. رقميه يعني في مافيا كبيره جدا بتشتغل في الموضوع ده، ويمكن كتير من البلوجرز بينخدع في المواضيع ديت، لان هو بيبتدي يتم اصطياده اولا عن طريق ان هو اغراءه ببعض المكاسب برضو من الموضوع ده، لان انا عشان ادي مصداقيه للمنتج بتاعي عايز بعض المؤثرين او بعض الناس اللي عندهم فولورز، وغالبا هنلاقي ناس كتيره من الناس اللي على عندهم عدد كبير جدا من المتابعين على صفحات الفيسبوك او حتى بعض المنصات الاخرى بيتم استغلالهم او استدراكهم في النقطه دي للتسويق لمنتجات وهميه. فاذا انا كمستهلك لما يتعرض عليا اي عرض وابتدي اشوف منتج بربع ثمنه او بنص ثمنه، لازم يكون عندي نوع من المنطقيه في ان انا ابتدي اشوف الاسعار على المنصات الاخرى، المنصات المعروفه اللي كلنا بدون ذكر اسماء اللي كلنا بنتعامل معاها، يا ترى المنتج ده معروض بنفس الاسعار ولا لا. تمام. لازم تاني حاجه ابتدي اتاكد من في قانون حمايه المستهلك زي ما حضرتك ذكرتي سياسه الموقع اللي انا بتعامل معاه في التعامل مع المنتجات، لان غالبا هتلاقي سياسات المواقع الوهميه والمنصات الوهميه لا تتبع سياسه حمايه المستهلك الخاضعه للقانون رقم 181 لسنه 2018، واللي بينص على ان يكون في هناك سياسه لاستبدال واسترجاع المنتجات. دايما انا من حقي كمستهلك ان لما يجي لي منتج وهذا المنتج غير مطابق للمواصفات يكون من حق ان انا استرجعه واستبدله. فغالبا المنصات دي لا تتبع هذه السياسه، بتقوم بالتسويق لمنتجات غير حقيقيه لا تحمل صفات الجوده في عمليه خداع واضحه للمستهلك. النقطه الثالثه ان هي قد تقوم للتسويق لبعض المنتجات او الادويه ومستحضرات التجميل الغير حقيقيه. وكمان بيتم اصطياد بعض الناس فيما يسمى بالتسويق الشبكي، ان انا بجيب احد الناس وابتدي اعرض عليه ان انت لو عملت تسويق للمنتج بتاعي لكل منتج او لوحده بتبيعها بيكون ليك عائد او مردود من حاصل البيع للمنتج ده. فبيبتدي يكون كل شخص ما يسمى تيم او مجموعه فريق عمل موجود تحتيه في شكل هرمي او شكل تسويق اللي بنسميه التسويق الشجري يعني، ويبتدي يحصل على مكاسب من الموضوع دوت. فهنا الحقيقه دي بتبقى فيها عمليات خداع بصوره كبيره. انا لازم اتاكد من مواصفات المنتج بالظبط زي ما انا رايح اشتري اللي اي منتج. النص دول مش نصابين، اللي في النص دول بيتم استخدامهم. ما هي دي بالظبط كده الصوره، هي الفكره ان هو بيتم استخدامه لتحقيق مكاسب سريعه، خصوصا في ان بعض الناس بتتعرض. انا كمان لازم اسال نفسي المكاسب دي جايه منين، وده مطلوب جدا. لازم كمان نقطه مهمه ان انا كمان ابتدي اشوف سياسه الموقع اللي انا بتعامل معاه. الموقع ده هل بيتبع قوانين حمايه المستهلك ولا لا؟ هل ليه مقر؟ مين صاحب الموقع دوت؟ مين الشركه التابعه ليها؟ ايه السياسه اللي بتستخدمها؟ المنتج اللي انا بحصل عليه هل مطابق للمواصفات ولا لا؟ كل دي الحقيقه لازم نحطها في اعتبارنا. بالظبط زي انا عايز اي مستهلك يفكر وهو رايح يشتري اي منتج من اي براند او من اي مكان فعليا مش الكتروني، يعني انا رايح اهوت اشتري منتج، فانت في خطوات معينه بتتبعها. الكلام دوت او النصب ده حتى كان بيحصل في المنتجات، حضرتك تذكري بعض المنتجات او البراندز او الماركات الكبيره كان بيتم عرض منتجات ويتم تغيير حرف واحد بس في اسم المنتج في عمليه خداع برضه للمستهلك. فاذا انا لازم ابتدي يكون عندي نوع من التدقيق، ابتدي ابص على منطقيه العروض اللي بتتقدم لي، ابعد عن العروض البراقه، وابتدي اسال نفسي. احنا بنحب العروض قوي يا دكتور. ما هو لازم، هي دي طريقه الاصطياد، ما هي الفكره ان هو بيجي لنا في الحته اللي احنا عايزينها، بس انا لازم اكون منطقي. يعني كمان في بعض الشركات بتبتدي تستخدم الناس دوت، انا واحد من الناس بتجي لي رسائل مثلا على الفيس او على حتى على الواتساب ان من خلال التسويق الالكتروني تقدر تحصل معنا على مثلا راتب يومي من 3000 ل 5000 جنيه. فده مش منطقي، يعني ده عمليه غير منطقيه تماما ان انا ابتدي انساق وراء الموضوع دوت في عمليه خداع كبيره. يعني عايز اعرف من حضرتك التفاصيل اللي لما تطلب مني على ويب سايت او البيانات اقدر يعني وانا بعمل اوردر احط هذه التفاصيل وانا مش قلقان، او تفاصيل ما ينفعش
ادخلها على اي ويب سايت. لكن هستاذن حضرتك دكتور محمد نطلع لفاصل ونرجع مستمرين مع دكتور محمد عسكر مستشار تكنولوجيا وخبير امن المعلومات عن حديثنا عن النصب الالكتروني وازاي نحمي نفسنا من التعرض للنصب الالكتروني. فاصل ونكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه بنتكلم عن النصب الالكتروني وازاي نحمي نفسنا من ان احنا نتعرض للنصب الالكتروني، لان اعتقد ان معظمنا عدى بالموضوع ده. خلينا ناخد دلوقتي على التليفون استاذ اسلام ميزار المحامي بالاستئناف والمتخصص في قوانين امن المعلومات. مساء الخير على حضرتك. والواقع اللي كنا بنحكي عنها بتاعه البلوجر الشهيره كانوا بيطلبوا من العملاء تحويل الفلوس مقابل كوبونات شراء. ايه الغلط القانوني اللي الناس وقعت فيه هنا علشان يتم النصب عليهم وما يقدروش يثبتوا ان ده نصب؟ اولا مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الاعزاء وعلى الساده المشاهدين جميعا. بدايه يا فندم، والله هو مش بس هنقول الخطا، ولكن هو فكره محاوله الناس الحصول على الثراء السريع النقطه الاولى. النقطة الثانية هو فكرة ان انت بتحاول يعني تحصل على خدمة على منتج معين من الشخص الغير مرضي ان هو يقدم لك الخدمة دي. احنا بدأ مؤخرا يبقى عندنا ثقة غير مبررة للأشخاص، اللي ممكن نقول بعض الأشخاص اللي ما ينفعش نقول عليهم انفلونسرز ولكن هم مشاهير على السوشيال ميديا بلاتفورم. فالناس دي لما بتقول لك اشتري كذا بتشتري، لما الناس دي بتقول لك انا تجربتي في المكان الفلاني كانت كذا، روح كل من هناك، روح اشرب من هناك، روح اشتري من ده، انا عندي ليك حاجه. الناس اللي بتسمع كلامهم بشكل سريع، ودي كانت مشكله، دي مشكله كبيره بدانا نواجهها. هي دي اللي كانت نواجهها بالوعي يا استاذ اسلام، يعني مساله الوعي باللي بيقدم وانك بعقلك كده تحكم وتشوف الصوره مظبوط. بالظبط، ومش كل حد يقول لك حاجه، بتسمع كلام لمجرد ان هو عنده الاف المتابعين على منصه الكترونيه معينه. طيب ازاي ممكن يتم اثبات النصب الالكتروني ده وعقوبته ايه؟ اولا في فكره الاثبات، هو احنا في الاول وفي الاخر بنخضع لفكره الاثبات الجنائي بشكل عام. لما بتحقق المظاهر العامه للنصب بشكل او باخر، انت بيبقى قدام الجهات المسؤوله داخل الدوله قضيه على اساس يحيل المتهمين للمحكمه. التحدي اللي بيواجه المحققين او الناس قضيه النصب الالكتروني هو انه طبيعه الجريمه نفسها او النص اللي تم تقديم عليها الافعال دي بيخلي فكره الاثبات اصعب شويه، لان لما كان بيحصل نصب بشكل واقعي فانت قدرت توهمه مظاهر معينه ان في حاجه معينه على اساس الراجل ده ادالك فلوس او تعاقد معاك وبعدها ما كانش فيه الكلام ده. اثبات ده في الواقع العملي اصعب شويه من اثباته على منصه الكترونيه، لان احيانا بيكون المنصه دي نفسها ما تقدرش تخاطب السوشيال ميديا بلاتفورم دي علشان تقول لهم يا جماعه والله اداره فيسبوك او اداره تيك توك او اداره غيره انا عايز اشوف الرسائل اللي ما بين الاشخاص دي. او تم التحويل مثلا التحويل المالي على باستخدام وسيله مش من ضمنها الوسائل اللي تحت اشراف الدوله او الدوله تقدر تقول عن طريقها ان انا شفت الكلام ده. ولكن في كل الاحوال خليني اقول لك ان الوضع زمان غير دلوقتي. يعني في مصر الجهات بقت على قدر كبير جدا من الوعي، جهات انفاذ القانون على قدر كبير جدا من الشطاره، بيقدروا بكل سهوله يتتبع الاموال من محفظه لمحفظه، من مكان لمكان، او محفظه الكترونيه طبعا. وبيكون اثبات الجرائم رغم انه كان تحدي الا انه بيكون في الامكان بشكل كبير ان انت تثبتها عن طريق التحريات والكلام ده كله. طب استاذ اسلام، انا كواحد بيشتري اونلاين، ايه الاجراءات اللي انا احمي بيها نفسي قانونيا انه ما يتنصبش عليا؟ ولو حصل المفروض اعمل ايه على طول؟ سؤال جميل، ولكن انا بس عايز عشان ابقى فاهم حضرتك صح، اشتري اونلاين ولا قصدك ان انا بتعامل مع انفلونسر او حد معين؟ بشتري من احد المواقع، او ما هو اللي حصل في موضوع المؤثره ده انه الناس كانت بتشتري كوبونات شراء بيشتروا بيها بضاعه بيتاجروا بيها. جميل جدا، يبقى انا لما بحاول اشتري حاجه اونلاين بشتري حاجه
اونلاين من جهه موثوقه اقدر في يوم من الايام او الناس عندي مشكله اخاطبها، سواء اعمل كومبلين عند الشركه نفسها عند الجهه اللي انا اشتريت منها او اعمل الشكوى بتاعتي في اسم شرطه، اسم الشرطه يقدر يخاطب الجهه دي ويجيبها. فالاماكن اللي ملهاش مقر داخل مصر بشكل او باخر ما تقدرش انك انت تقضيها بسهوله، الافضل انك ما تتعاملش معاها. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه ما ينفعش تبيت يعني تقدم بياناتك الشخصيه اللي هي مثلا الحساب البنكي بتاعي، رقم الكريدت كارد بتاعتي، ندفع قيمه حاجه من بره علشان تجي لي وانت مش عارف انت بتقدمها لمين. ما ينفعش تقول لي انا اشتريت من انفلونسر كوبونات شحن. طب انت تعرفه شخصيا؟ طب انت قدرت تتعامل معاه بشكل شخصي؟ زي ما قلت لك في اول جمله زي ما انا بتكلم، فكره محاوله الحصول على الثراء السريع هي اللي بتحرك الناس في الوقت الحالي. صحيح. وبناء عليه بدات الناس تتخيل. سبحان الله كل فتره الموضوع بيتكرر بشكل مختلف. والله يا فندم وبشكل متكرر حتى مش يعني ده مستريح انترنت ده اللي احنا شايفينه يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسلام ميزار، محامي بالاستئناف والمتخصص في قانون امن المعلومات، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. دكتور محمد ارجع لحضرتك، ولو تقول لي كده في خطوات اتعامل ازاي في مساله تعرضي للنصب الالكتروني، والخطوات اللي المفروض اتخذها لو ده حصل معايا، ولو في وقايه من ده ايه هي الوقايه؟ طيب خليني ابدا من اخر السؤال وبعدين نقول يعني طرق الوقايه. اهم حاجه ان انا لازم يكون عندي وعي رقمي، ان انا بقى ليا هويه رقميه بتعامل فيها في ظل التطور التكنولوجي اللي بقت معظم الخدمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بقت موجوده اونلاين او بقت خدمات رقميه. فلازم يكون انا عندي وعي، فان انا بياناتي ما سلمهاش او ما احطهاش على اي موقع بالنسبه لي غير ذات موثقية يعني. فلازم أتعامل مع مواقع تكون عندها مصداقية، تكون عندها ريفيوز أنا بشوفها لمستخدمين فعليين اشتروا منها، وفي بوليسي معينة أو سياسة معينة أقدر أن أنا أتعامل بيها مع المواقع دي. فالوعي التكنولوجي ده مهم جدا، تمام، أن يكون الإنسان يقدر أن هو يحافظ على بياناته حتى لا يتم إساءة استخدامها أو حتى لا يتم استخدام البيانات دي بصورة سيئة. طيب النقطة الثانية بقى، إزاي نتعرف على المواقع اللي هي ذات مصداقية؟ زي ما قلت لحضرتك المواقع الكبيرة أو الشركات الكبيرة غالبا بيبقى ليها ويب سايتس كلنا عارفينها وبنتعامل معاها، بعكس المواقع غير المعروفة اللي بتنشط على منصات التواصل الاجتماعي. يعني هتلاقي البلوجرز اللي كانت تم استخدامها عشان تبتدي تسوق لمنتجات هي موجودة تواجد رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، ملهاش ويب سايت يعني. أنا ما أقدرش أنا النهاردة الويب سايت ده معناه إن هو تم إصدار ترخيص لي بتقديم خدمات إلكترونية وتسويق منتجات، والمنتجات دي بتبقى معروفة ومطابقة للمواصفات وعليه ممكن يكون في رقابة هنا بالظبط كده. فده كيان أقدر إن أنا أرجع عليه في حالة إن أنا تعرضت لعمليات نصب أو إن أنا استلمت منتج غير مطابق للمواصفات. وبيبقى ليه سياسة معلنة إن هو بيقول لي في سياسة استبدال واسترجاع للمنتج خلال فترة معينة، حتى لو لم يتم تسليم المنتج خلال عدد معين من الأيام أنا ممكن من حقي إن أنا ألغي الأوردر بتاعي واسترد فلوسي. ففي سياسة استخدام أو سياسة شراء أونلاين. لكن المواقع اللي هي غير معروفة أتجنبها تماما، حتى لو كان الأسعار بتاعة المنتجات اللي موجود عليها مغرية هيكذب، لأن هو ده العامل الطبيعي إن هو زي ما قلت لحضرتك إن دايما المواقع دي هتلاقي هي اللي بتيجي لحضرتك مش إحنا اللي بنروح لها يعني. دايما هو اللي بيجي يعرض خدماته يبعت لنا عن طريق، يبعت لي مسج على الفيسبوك أو يبتدي يبعت لي على الواتساب أو يبتدي يبعت لي على رقم الموبايل. كتير كمان شفنا مسجات كانت بتجيلنا في فترات يعني، طرق النصب الالكتروني مختلفه على حسب نوع الضحيه. كنا بنشوف كتير مسجز بتيجي ان تم ايقاف حسابك البنكي وابعت لي البيانات عشان لتفعيل الحساب مره اخرى من ارقام وهميه. فانا بطلب من جميع المستمعين او الناس اللي بتشاهدنا دلوقتي، من فضلك ما تديش الارقام بتاعتك لاي حد او بياناتك الشخصيه بالظبط كده. لان احنا عندنا قاعده بسيطه جدا في امن المعلومات اللي هي بتقول ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها ما يسمى بالزيرو تراست. زيرو تراست ده اللي هو صفر ثقه، انا بتعامل مع حد انا مش شايفه، حد بالنسبه لي مجهول، فبالتالي انا لا اثق في اي حد، ما اديش بياناتي لاي حد غير لما اكون على ثقه تامه من الموقع اللي انا بخش عليه. لو انا حتى على الفيسبوك جالي اعلان ابتدي اروح على الويب سايت بتاع المنتج دوت واتاكد فعلا من المنتج، من مواصفاته، تمام، من سياسه الموقع اللي انا بتعامل معاه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عسكر، مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات، شكرا جزيلا على حضرتك معنا. شكرا جزيلا، تحياتي.
كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده، دايما نشوفكم على ألف خير.